ينضم أيضا إلينا هاتفيا دكتورة إيمان زهران أستاذ العلاقات الدولية. دكتورة إيمان تحياتي لحضرتك أولا. يعني نرى حرص الولايات المتحدة على التوجه إلى الدول العربية والشرق الأوسط وتوطيد علاقاتها معهم في ظل ما يشهده العالم من أزمات، يعني كيف تحللين سياسيا تحرك جو بايدن نحو الشرق الأوسط ويعني اتخاذ هذه يعني الخطوات في هذه المرحلة؟ في البداية تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. بالنسبة لسؤال حضرتك عن الخطوات الحالية، خاصة هي الزيارة الأولى بعد عام ونصف تقريبا من تولي السيد الرئيس بايدن لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، أنا في تقديري أنه ده انعكاس مباشر لجملة التفاعلات السياسية والتفاعلات الأمنية لشهادة النظام الدولي بشكل عام، ليس فقط التعافي من جائحة كورونا على المستوى الاقتصادي، لكن كذلك التصعيد والأزمة الأوكرانية، حالة الأزمة فيما يتعلق بتأمين الطاقة وأمن النفط، الأمن الغذائي، جملة من المعدلات الأمنية بتتطلب إعادة ضبط العلاقات مرة أخرى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مع القوى التقليدية أو الحلفاء التقليديين لواشنطن والشرق الأوسط، العودة لمراكز الثقل التقليديين. يمكن شاهدنا حاليا قمة جدة ونتحدث عن الأمن والتنمية، جميعها على ما يتم وضعه على الأجندة، إعادة تشبيك وإعادة ترسيم خرائط ما يتعلق بالاقتصاد والتنمية، حديث مرة أخرى للعودة للملفات النوعية جنبا إلى جنب مع ملفات سياسية وكيفية إدارة الملفات المعقدة والتشابكات المعقدة في الإقليم وفقا لإطار تنموي أو إطار اقتصادي. نعم دكتورة إيمان، يعني لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتبر هذا اللقاء هو أول لقاء رسمي بزعماء عرب منذ توليه الرئاسة كما ذكرنا، يعني تأخر هذه الخطوة لفترة طويلة ثم اتخاذها الآن، برأيك كيف يمكن يعني استثمارها سياسيا واقتصاديا للخروج من هذه القمة يعني علاقة رابحة لكل من الطرفين؟ هو الوقت الحالي عامة أو ما يشهده النظام الدولي وكذلك النظام الإقليمي بيفرض عمليات المرابحة بشكل رئيسي أو أوراق المقايضة بشكل رئيسي. أنا أتوقع أن كلا الطرفين سيتم الخروج من مخرجات الزيارة الحالية من كلا الطرفين، هناك مكاسب نوعية سيحظى بها كلا الطرفين، خاصة أن طبيعة المرحلة بتفرض عمليات المكسب المتبادل وليس فقط مجرد مباريات صفرية، لم تعد هناك رفاهية الإملاءات من الخارج. الشرق الأوسط حاليا أصبح زعماؤهم يمتلكون الحنكة الكاملة لإدارة كافة الملفات الداخلية والتأثير كذلك على عملية صنع القرار في كافة ملفات النظام الدولي، خاصة كذلك أن الشرق الأوسط يمتلك العديد من الأوراق التفاوضية، وده دليل واضح لعودة الولايات المتحدة مرة أخرى لحاضنة الشرق الأوسط، العودة للحلفاء التقليديين. هناك أجندة أمريكية تتعلق بمحاولة مخبط الرأي العام الداخلي، ونحن على يعني في صدد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في نوفمبر القادم، هناك أجندة وهناك خطاب أو بروباجندا أمريكية لدى الديمقراطيين بيسعوا كأوراق يتم منحها للشارع الأمريكي ما يتعلق بارتفاع الأسعار، الانعكاسات السلبية لتصعيد بالأراضي الأوكرانية، التعافي الاقتصادي، حالة الركود في التعافي الاقتصادي في حد ذاتها، كل تلك الأمور بتطلب فتح جبهات جديدة. دكتورة إيمان، أيضا هناك سؤال عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو أول لقاء بينهما. دعيني قبل أن أطرح عليك السؤال نقرأ بيان متحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الذي صرح بأن الرئيس الأمريكي رحب بلقائه الأول مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا تطلع الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين الصديقين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط بالقيادة الرشيدة للسيد الرئيس والتي تمثل دور
دعامة رئيسية لصون السلم والأمن ونشر السلام لسائر المنطقة. يعني هذا بيان المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية بشأن لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على هامش قمة الأمن والتنمية في جدة. أولا دكتورة إيمان، يعني كيف يعني تقرأين هذا اللقاء، لقاء هام بالتأكيد، كيف تقرأيه في ضوء العلاقات الثنائية بين البلدين؟ العلاقات الثنائية بشكل عام ما بين القاهرة وواشنطن هي علاقات متوازنة قائمة على العلاقات التاريخية وحجم كذلك العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية ما بين البلدين، تنسيق في كافة الملفات الأمنية على وجه الخصوص وكذلك الملفات النوعية. يمكن سنشهد على القريب بالتنسيق المصري الأمريكي في قمة المناخ الكوب 27 في نهاية نوفمبر. فالعلاقات عامة هي علاقات تتسم بالتوازن الشديد والمرونة. اللقاء بيحظى بلقاء نوعي، خاصة أن واشنطن تعي تماما أن كافة التفاعلات السياسية في الشرق الأوسط يتم صياغتها انطلاقا من القاهرة، خاصة وده بالنظر طبعا لتحركات القاهرة خلال الشهور اللي فاتت في إعادة تشكيل التكامل الإقليمي العربي، إعادة تشكيل توحيد أجندة عربية بيتم الدفع بها في كافة الملفات على المستوى الدولي، توحيد الصف العربي فيما يتعلق بمختلف القضايا النوعية سواء الأمنية أو السياسية أو الاقتصادية. واشنطن تعي تماما الصياغات المصرية، المعادلات المصرية لإعادة ترسيم الشرق الأوسط كقوة وكإقليم، ليس فقط إقليم فرعي تأثيره محدود ولكن إقليم يمتد تأثيره إلى إعادة الحديث عن التفاعلات في النظام الدولي، ده بالنظر طبعا للتفاعلات القائمة في الأراضي الأوكرانية وحالة التصعيد المتبادل وحالة وجود كذلك أقطاب جديدة. نتحدث عن روسيا والصين ورغبتهم الحثيثة وتحركاتهم للدخول للشرق الأوسط بكافة التفاعلات. فأنا في تقديري أنه لقاء الرئيس بايدن مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو محاولة مرة أخرى لإعادة بناء مفاهيم متوازنة عن حجم العلاقات الأمريكية العربية، ليس فقط حجم العلاقات المصرية الأمريكية. نتحدث الآن أن مصر أصبحت سيدة الإقليم، يتم إدارة كافة الصياغات وكافة المعادلات السياسية في الإقليم انطلاقا من القاهرة. ففي تقديري أن الحديث أو اللقاء الحالي هيتم إعادة توحيد المفاهيم، إعادة صياغة العلاقات الأمريكية العربية انطلاقا من القاهرة. أسألك أيضا دكتورة إيمان عن موقف الدول العربية والتعاون العربي المشترك، خاصة بعد يعني مرحلة من العلاقات أو التحركات الإقليمية للرئيس عبد الفتاح السيسي مع زعماء وقادة العرب، إلى أي مدى ساهمت هذه التحركات في بلورة موقف عربي موحد في العديد من القضايا الإقليمية والدولية؟ هو بشكل كبير أصبح هناك موقف موحد عربي لكافة القضايا، يعني أفضت التحركات أو دبلوماسية القمم اللي اتخذها سيادة الرئيس والمبادرات العربية أخذت على عاتقها توحيد الكلمة العربية وتوحيد الأجندة العربية، ويمكن ده اللي تلمسناه خلال زيارة بايدن في الشرق الأوسط وخلال قمة جدة الحالية. أصبح هناك وحدة عربية ووحدة أجندة عربية لا يتم توحيد الحديث، توحيد الصياغات، توحيد المفاهيم مع كافة الدول العربية. نتحدث عن التشبيكات الاقتصادية، إعادة الاندماج مرة أخرى، نتحدث حتى عن قضايا السياسية، أولوية القضية الفلسطينية، أولوية الحل في المسألة اليمنية والمسألة الليبية، كذلك المسألة السورية. كل تلك الأحاديث أصبح هناك أجندة عربية موحدة بصياغاتها، موحدة بأهدافها، موحدة كذلك بطلباتها والمتطلبات العربية كذلك لعودة الاستقرار بالإقليم. كل تلك الأمور نتجت عن كافة المبادرات المصرية للقوى العربية العربية، نتجت كذلك عن الدبلوماسية الرئاسية وما انتهجته من دبلوماسية القمم مع القادة العرب خلال الفترة الماضية أو خلال الشهور الماضية. يمكن شاهدنا جميعا ما حدث من اجتماعات عربية في شرم الشيخ مع القادة العرب، كذلك الرحلات المكوكية والزيارات المكوكية بالنسبة لسيادة الرئيس مع كافة الدول العربية، كان آخرها عمان والبحرين. كل تلك الأمور لتوحيد الأجندة العربية، وهو
ما تم جني ثماره بشكل رئيسي خلال القمة الحالية في جدة. دكتورة إيمان، بايدن شدد على أن واشنطن لن تترك فراغا في الشرق الأوسط لتشغله روسيا أو الصين، يعني كيف نحن كعرب نستثمر هذا التنافس الأمريكي الروسي الصيني على كسب منطقة الشرق الأوسط؟ هناك تخوف أمريكي من إعادة تموضع روسيا بشكل رئيسي ومن خلفها الصين، وكل منهم بيحمل أجنداته الخاصة وأجندة سياسية بالنسبة لروسيا مع نشر قواتها العسكرية في سوريا على سبيل المثال، أو الأجندة الاقتصادية للصين وما يتعلق بمبادرة الحزام والطريق وتموضعها الرئيسي في الشرق الأوسط. الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإعادة ضبط العلاقات مرة أخرى، يمكن في بداية تولي الرئيس بايدن كان حريص على الخروج الآمن من الشرق الأوسط، وده تلمسناه في خروجه من أفغانستان وما تلا ذلك الحوار الاستراتيجي في العراق والخروج من العراق، لكن أعتقد أن هناك إعادة مرة أخرى لتقييم السياسات الأمريكية في عملية الشرق الأوسط، العودة مرة أخرى نحو إعادة التموضع ولكن ليس على المستوى الأمني والسياسي، ولكن أتوقع أن يكون على المستوى الاقتصادي. يمكن ده اللي بنلاحظه من خلال العنوان الخاص بقمة جدة، التنمية والأمن، وأنا أتوقع أن إعادة التموضع الأمريكي سيكون وفقا لمعايير التنموية والمعايير الاقتصادية بشكل رئيسي، رغبة في إعادة التشبيك مع المنطقة بمشروعات أمنية ومشروعات الاندماج الأمني والاندماج التنموي، وما يصب بصفة رئيسية طبعا في الملفات السياسية. نعم. يعني رغبة في تقويم وتقويض التمدد الصيني والتمدد الروسي الملحوظ في عملية الشرق الأوسط. أشكر جزيل الشكر على هذه المداخلة دكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية.